فاتح اوكي لايف صح؟ فاتح انا لايف. لا 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 انا مو لايف، انا بسجل مقطع لليوتيوب، لسه هذا الحكي ما نزل، راح ينزل يوم السبت. في حال ما بدكم احكوا لي يعني ما بوقف كل شيء وعادي وخلص وتشرفت فيكم. اخوان شو هذا السكواد؟ سكواد من الجنه والله. قلبي قلبي مش قادر انه ما اربح شهد، ما اربح مريم، ما اربح نايا. قلبي يعني قلبي عينك ولا دنيا رمضان. قلبي قلبي مو قادر، مو قلبي مو قادر. كيف ما بدي اربحهم يا زلمه؟ ورجعنا لكم حبايب قلبي اليوم بمقطع اسطوري. اليوم التحدي راح يكون مع السكوادات العشوائيه، راح ادخل مع سكوادات عشوائيه واعطيهم هذا التحدي، اللي بيقدر يختمه زي ما انا راح اختمه راح احول له 2000 شدي او على الاعلام، يا بمسك بالاخضر هذا يا بمسك بهذول الاعلام شايفينهم السته. هسه بقول لكم كيف. وطبعا يا شباب زي ما شرحت لكم اللي راح يفوز معنا لازم يمسك بالمربع الاخضر الاخير او الطريقه الثانيه، هسه راح اورجيكم لازم يمسك باي علم من هذول الست اعلام بهاي الطريقه. تمام تمام جاهزين للتحدي؟ يلا ناخذ السكوادات العشوائيه، انا متحمس كثير. يلا يا شباب خلينا ناخذ اول عشوائي ونقول يا رب بسم الله اي شيء اي شيء. السلام عليكم حبايبي، كيف حالكم؟ هلا هلا حبيبي، الله يعطيكم العافيه. هذول كيف بدي اغريهم؟ هذول مليارديرين، طلع السيارات اللي عندهم. الله يعافيك. في عندي لكم تحدي. يلا تحدي. طيب التحدي كالاتي، بدنا نلعب بدنا نلعب باركور تمام. في حال قدرتوا تختموا هذا الباركور من اول مره ومن اول محاوله، اول جائزه راح تكون طيارتين. طيارتين حلو، طيارتين يعني لا 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 انت حضرتك اسمك مصطفى، طيارتين اذا جبتها من اول محاوله، وبندق طيارتين اذا جبتها من اول محاوله. تمام تمام، اذا جبتها من ثاني محاوله طياره. كل واحد له ثلاث محاولات، المحاوله الاولى طيارتين، المحاوله الثانيه طياره، المحاوله الثالثه خمس سيارات. معانا طريقتين راح نلعب فيهم، يعني كل واحد فيكم عنده تقريبا ست محاولات. موافقين على هذا التحدي؟ يلا موافقين. اوكي راح ابعث لكم، راح ابعث لكم طلبات وراح اعمل روم عشان تيجوا عليها. خليكم معي بنفس التيم بالروم تمام. يلا شباب دخلنا الروم، هي معانا بندق ومعانا مصطفى، وطبعا سيرهم هو هذا معي عشان يعني عشان السبكتيت. انا هيني سبكتيت تمام. هاي الشباب اللي اصحاب التحدي اللي هم مصطفى وبندق، طبعا سيرهم هو صديقي. يلا شباب تعالوا احكي لكم ايش راح يصير، سامعيني ولا لا؟ سامعينك سامعينك. ايوه احنا سامعينك. اوكي سامعيني ممتاز. هسه شايفين سيرهم نط، سيرهم نط، مش راح لهم، نطوا معاه نطوا معاه، اقول لكم وين لازم تمسكوا. اوكي سيرهم انت بدك تقتل حالك عشان ايوه اخر وحده شايفينها، اخر وحده اخر وحده. اول محاوله راح تكون لبندق ولا لمصطفى زي ما انتم شايفين فوق؟ يلا مصطفى روح يا مصطفى، لازم تمسك بالاخيره يا مصطفى. طبعا شباب هون كنا بنعلمهم ايش الوضع عشان هيك الصناديق كثيره على الارض، هسه بلشت محاولاتهم. اول محاوله راح يكون طيارتين، اول محاوله فشلت مع مصطفى. يلا بندق محاولتك. وين بندق؟ اوكي لا بندق نطي نطي، مش درجه درجه بندق، ايش قاعدين تسوين يعني؟ يلا انزل انزل انزل. يلا واحد اثنين يلا بندق، هون 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 عشمال عشمال. اوكي 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 حبيبي والله حلو حلو كثير. اوكي هاي محاولة بندق. اوكي نشوف محاولة مصطفى. يلا مصطفى يلا المحاولة الثانية راح تروح عليك يا مصطفى، محاولة الطيارة راحت عليك يا مصطفى الثانية. هسا اللي بيفوز راح ياخذ خمس سيارات سواء بندق او مصطفى. خلينا نشوف محاولة بندق 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 بندق. اخي بندق راحت عليك المحاولة. اوكي ظل كل واحد محاولة محاولة، بعدها راح ننتقل على الاعلام. اوب 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 اوب. اخ يا مصطفى خلينا نشوف محاولة بندق من منظورها. اوف 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 يا بندق، معقول تسويها بندق؟ معقول تسويها؟ معقول تسويها بندق؟ رايحة على شيء غلط اصلا. حلو طيب اوكي هسا في عندكم كمان لعبة، انزلوا تحت شايفين الاعلام، في اعلام هون عند سيرهم، روح عند الاعلام. الاعلام هذول في عندنا 1 2 3 4 5 6، طبعا هاي الاعلام الواحد بيقدر يمسك فيها عادي. انا هسا قبل ما ادخل اسجل معاكم قبل ما ندخل التحدي انا دخلت وعملتها ومسكت فيهم. كل واحد عنده برضه ثلاث محاولات. اوكي مصطفى اوكي بندق اوكي. يلا يا مصطفى روح بلش من هون، مش مشكله يلا روح، هي اول محاوله لك. نط مصطفى تستطيع يا مصطفى، طيارتين راح يوصلك يا مصطفى اذا بتخلصها. اوكي اول محاوله لمصطفى راح تكون حلوه يا مصطفى. يلا بندق محاولتك هذا. يلا بندق هنشوف محاوله بندق، هنشوف محاوله بندق راح تزبط معاها ولا لا. شباب لا تنسوا اللايك، لا تنسوا اللايك والاشتراكات. اوب 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 اوب. اوكي محاولة الطيارتين راح تظل عندكم كل واحد محاولة الطيارة. يلا يا مصطفى محاولة الطيارة راح يقدر. شباب اذا حبيتوا هاي النوع من المقاطع لا تنسوا اللايك ولا تنسوا الاشتراك واي لاف يو. قربنا على 2 مليون يا شباب. مصطفى اوخ يا مصطفى والله كانت قريبة كثير. حلوة حلوة مصطفى. يلا يا بندق، معقول تقدري يا بندق؟ معقول تقدري؟ معقول؟ هسه محاولة الخمس سيارات، خلينا نشوف مصطفى راح تزبط معاه المحاولة الأخيرة اللي هي محاولة الخمس سيارات، أو ما راح تزبط معاه؟ معقول تزبط معك يا مصطفى؟ معقول يا مصطفى؟ معقول؟ والله كانت كثير قريبة. أوكي نشوف بندق محاولتها الأخيرة. يلا محاولتي. يلا محاولة بندق الأخيرة. معقول يا بندق؟ معقول يا بندق؟ معقول هل تستطيعين يا بندق؟
هل تستطيع؟ اوه والله قريب. اه حلو 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 والله برافو. يعني كانت والله ضحكنا كانت ضحكنا قسم انبسطت كثير والله وانا انبسطت فيكم كثير. الله يسعدكم جدا 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 تشرفت فيكم. كنت حاب انه احد يفوز فيكم بس ان شاء الله يعني هيكم عندي اصدقاء وان شاء الله بنعمل تحديات بالمرات الجاية. مرحبا يعطيكم العافية. ليه؟ كيف حالكم؟ كيف يمشي لوحدها؟ يا جماعة اليوم انا جاي لكم بتحدي. التحدي رح نلعب ماب باركور. ايه التحدي؟ ليش يا الله ليش؟ خلينا نشوف هذا السكواد العشوائي. مرحبا يعطيكم العافية. ابو بيت مريم وشهد ونايا كيف حالكم؟ مرحبا شو اخباركم؟ ايوه ده مصري اصلا. لا لا انا مش مصري انا اردني بس اليوم جاي لكم بتحدي اسطوري. بتمنى انكم توافقوا على هذا التحدي وان شاء الله لكم راح تربحوا معنا. اسمع لا 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 ما بصور تيك توك. اسمعوا احكي لكم شو التحدي. التحدي راح نلعب ما بتباركور. حلو لا مش السيزون. اذا 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 بتفوزي من اول محاوله راح تختاري انت يا 2000 شده يا طيارتين. هاي المحاوله الاولى. المحاوله الثانيه راح تكون 1000 شده او طياره. المحاوله الثالثه راح تكون 500 شده او 5 سيارات. كل واحد فيكم عنده 3 محاولات بس في حال فزت لو اكثر من احكي لو سمحت اكيد دخلنا باب مش هنفوز. لا 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 لا, لا, لا والله سهله والله انا مصور. انا اسمعي 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 قبل ما ادخل معاكم صورت وختمتها من اول محاوله. هم في عندكم خريطتين التنتين ختمتهم من اول محاوله وطلعت عشان هسه ندخل مع العشوائي ونشوف انه الناس بتقدر تختمها او لا. طب تعال يا سيستم جرب اديله الليدر يا سيستم. اوكي اول اشي ايوه اعطوني الليدر خليني عشان اخليكم تنزلوا الماب. اسمع لا 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 التحدي حلو والله لا تستمتعوا. انا لا 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 انا مو لايف انا بسجل مقطع لليوتيوب لسه هذا الحكي ما نزل راح ينزل يوم السبت. في حال ما بدكم احكوا لي يعني ما بوقف كل شيء وعادي وخلص وتشرفت فيكم. في حال لا بدنا 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 طبعا. اوكي يا اخوان شو هذا السكواد سكواد من الجنه والله. عملهم انفايت انا ضفتهم كلهم. هاي مريم وهي شهد وهي نايا. مريم وشهد ونايا هذا سيرهم. هذا شو اللي جابه هذا سيرهم. يلا انا دخل كذا يا عم والله انا عارف انك داخل كده. اوكي شباب خلينا نبلش. تتوقعوا انهم راح يفوزوا؟ اذا بتتوقعوا راح يفوزوا حطوا لنا لايك. واذا حبيتوا هاي النوع من المقاطع شباب لا تنسوا الاشتراكات اللايكات. قربت ترى على 2 مليون ترى مش ضبش باقي شيء على 2 مليون. اسمعوا انتم حتنطوا ولازم تمسكوا بالاخيره. هاي شايفينها الخضره؟ ماشي يلا. يلا مين اول واحد حيبلش بالدور شباب؟ واحد واحد. يلا مريم انا سبكتيت عليك. مريم ورجينا التالق يا مريم. الله عليك يا مريم. يلا يا مريم بالاخيره يا مريم. يا سلام مبين عليها محترفة باركور شباب. شكلها راح تربح وشكلها راح تخسرني الألفين. أوب أوكي أول محاولة لمريم راحت. خلينا نروح على شهد. شهد سامعيتني ولا نايا؟ يلا نايا ولا شهد. يلا يا شهد. يلا يا شهد. يلا يا شهد. شهد سامعيتني شباب لا تنسوا اللايك لا تنسوا الاشتراك. إذا بتتوقع أنها شهد راح تفوز حط لنا الآن لايك. شهد جي شهد يا والله قريب يا شهد مجنونة يا شهد. دور مريم. يلا يا مريم خلينا نشوف مريم. نايا مريم مريم انت هاي المحاولة الثانية؟ مش محسوبة. اوكي مش محسوبة مش محسوبة. يلا نايا. يلا يا نايا. يلا نايا سمعيتني؟ والله يا نايا شكلها معرقة. نايا 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 اوه قريبة قريبة قريبة. يلا مريم نرجع لمريم. يلا يا مريم بالراحة يا مريم ركزي يا مريم. المحاولة دي بألف شدة او طيارة. هتقدري يا مريم؟ هتقدري؟ الله عليك يا مريم. لا عيديها يا مريم مسامحك عيديها. خليها تعيد خليها تعيد. يلا يا مريم عيد. تعالي يا مريم عيد. يا جماعة انتوا بتحكوا ولا انا مش سامعكم؟ هم بيحكوا المفروض. لا مش بيحكوا مش بيحكوا. يلا يا مريم يلا يا مريم يلا يا مريم. اوه يا مريم المحاولة الثانية راحت. دور مين هسه نايا ولا شهد؟ شهد 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 شهد. يلا يا شهد شهد. يلا يا شهد تستطيع يا شهد. مكتب المحاولة شدي نفسك يا شهد. الله عليك يا شهد. الله عليكي. ايوه ايه ده توت توت الو تيس تيس. يلا يا نايا يلا يا نايا. هي نايا هي نايا. المحاوله الثانيه. لا يا مريم لا يا مريم بتخرب. نطي نطي يا نايا مش مشكله كملي 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 عادي عادي عادي. روحي يا نايا. الله عليكي يا نايا. الله عليكي يا نايا. قربي يا نايا قربي يا نايا. راحت عليهم. طيب اسمعوا هسه ضل مين هسه؟ خلصتوا خلصتوا المحاولات؟ طيب اسمعوا علي وقفوا سامعيني الثلاث تمام. طيب هسه المحاولة الثانية راح تكون على الجهة الثانية. في عنا 6 أعلام إذا بتمسكوا فيهم نفس الإشي. المحاولة الأولى 2000 شدة أو طيارتين. المحاولة الثانية 1000 شدة أو طيارة. المحاولة الثالثة 500 شدة أو 5 سيارات. جاهزين مين أول واحد راح يبلش؟ شهد أو مريم أو نايا؟ مريم مريم. يلا يا مريم. أنا عملت في مرتين بس.
ايه ننط منين بقى؟ نط من عندك من عندك من عندك من عندك من هنا شايفه سرهم نط معاها وريها يلا تعالي يلا وريها وريها الاعلام نطي 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 دي تيست دي مش محسوبه يا مريم شوفي في عندك 6 اعلام 1 2 3 4 5 6 حتمسكي بواحد فيهم تمام تمام يلا يلا مريم حتبلش معانا يلا يا مريم 1 2 يلا يا مريم نط انتحاري الله عليك يا مريم المحاولة الأولى لمريم مريم هل تستطيع وين رايحة يا مريم طلعت برا الماب كلها مريم الله 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 جميلة يا مريم المحاولة الثانية لمين لشهد ولا لنايا نايا يلا نايا يلا يا نايا أوي قلبك يا نايا ما تخافيش أنا معاك يا نايا ما تخافيش شهد اللي نطت خلاص عادي يلا شهد يلا يا شهد نايا جهزي نفسك معقول يا شهد مش معقول يلا يا نايا ورينا يا نايا الاحتراف الله عليك مشيت مشيت بوت مشيت محترف يا نايا مبين انك الله عليك يا نايا كنت متاكد عيديها يا نايا عيديها ابعد يا سرين ابعد لها يا زلمه هي مش قادره تمشي من الله ابعد لها الله عليك يا نايا الله عليك يا نايا دور مين هسه شهد يلا يا شهد مريم يلا مريم شهد لعبت اوكي يلا مريم اوه مريم 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 هي شكلها راح تفوز المحاوله الثانيه هي يا مريم ركزي يا مريم ايه يا مريم رايحه فين يلا شهد يلا يا شهد يلا يا شهد يلا كل النادي شهد يلا يا شهد شهد يلا يا شهد الله عليك يا شهد 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 اوف والله قريبه يا بنت اللعيبه يلا نايم الله عليك ابعد ابعد المحترف ناي ابعد 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 نايم بترجع لورا ما بتمشيش لقدام الله عليك يا ناي الله عليك يا ناي حلوه يا ناي يلا طيب. مريم يلا يا مريم المحاولة الأخيرة يا مريم لازم تركزي يا مريم مريم لازم تركزي منيح ولازم تحطي كل حواسك في هذه الماب يلا يا مريم تستطيع يا مريم الله عليك يا مريم يلا شهد يلا شهد يلا يا شهد قوي قلبك معقول يا شهد تقدر؟ معقول شهد تقدر؟ معقول يا شهد؟ معقول؟ معقول؟ لا 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 يعني يعني صار في عندكم شوية احترام يلا يا نايم توسع للمحترف مريم لا مريم ولا دور مين هسه شهد ولا نايا اخر حاجه يلا يا نايا اخر محاوله والله نايا وقفتها وقفت واحد محترف وواحد بيخوف معقول يا نايا الله الله بعدت ايه ده حلو حلو بس بس, بس ما تعيقونك بقى وزير خنشوف العبيد ده سرهم يلا خنشوف يلا معقوله سرهم حيقدر معقوله سرهم حيقدر معقوله سرهم حيقدر معقوله 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 الله عليك يا غير نزل عليه نزل عليه طيب انا ما صدتش بغزل طيب ولا حدا زبطت معي للاسف يا اخوان شو ليش هيك اليوم الناس يا اخوان مش محترفين لازم تكونوا محترفين زي ابو غازي لازم تكونوا محترفين بص ابو غازي فتح عيونك جبتها الله ايه قاعد عليها بالنص حلو والله يا سرهم ما انت قليل والله يا سرهم ما انت قليل بس استني الطياره ابو غازي الله لا 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 سامع الله قلبي مش قادر انه ما اربح شهد ما اربح مريم ما اربح نايا قلبي يعني قلبي عينك ولا دنيا رمضان قلبي مو قادر زلم هذا زلم كيف ما بدي اربحهم يا زلم والله يا زلم عيب علي شو بدكم الناس يحكوا علي ابو غازي ما بربح الناس تعرفوا شو يا مريم ونايا وشهد اكثر ناس كنت حاب يفوزوا والله كنت اكثر ناس كنت حاب يفوزوا انتوا والله اكثر ناس كنت حاب يفوزوا انتوا بس والله كنت حاولت يعني انا كنت عرفت خالص ايه بتستاهلوا صراحه لازم كمان إيه يعني انا صراحه يعني ما بقدرت ما اربحكم فلازم ابعث لكم يعني اقل شيء السيارات يعني مش حلوه ما اربحكم والله ها لازم كل واحد سياره شكرا مبسوطين جدا والله مبسوطين جدا يا رب والله. الفيديو يجيب ريت كم لايك عاوزينه يوصل كم لايك قولوا لي انت عايز يا رب يوصل مليون لايك يا جمال يوتيوب اتقل يا ابو غازي مالك لايك وشير وسبسكرايب صح كفو عليكم والله انكم اجدع ناس واحلى ناس احلى شهد ومريم ونايا الفيديو ده يعمل متابعه ولايك ومشاركه واعجاب وكل حاجه سامعين انا ما راح احكي انتوا سامعين ولا لا سامعين لازم ترد عليهم اكيد سامعين انا لو مكانك اكيد حرد عليهم اكيد مش من غير نقاش حرد عليهم فانت رد عليهم الله يسعدكم والله يعني انا ضفتكم يعني عشان هيك يعني بالمستقبل تعرفوا يعني فهمتوا علي تشرفت فيكم كثير وانا جدا سعيد في هاي المعرفه الاسطوريه تشرف لينا
الله يسعدكم يا رب. شكرا والله يسعدك لنا. والله وانا مبسوط اكثر. كيف 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 بيبوسوا كيف الدنيا رمضان. عيب عيب يا بغاز خلاص عيب. اللهم اني صائم اللهم اني صائم حبايب قلبي. ولهون بنكون وصلنا لنهايه هذا المقطع. اتمنى انه نال اعجابكم ويا ريت تكتبوا لي بالتعليقات اذا حبيتوا هاي الافكار وهي الشغلات اكتبوا لنا. واذا حابين افكار جديده يا ريت تكتبوا لي وبتساعدوني منها بتكونوا انتم عم تعطوني اشياء بتحبوها وانا كمان يعني بتسهلوا علي كثير شغلات. بحبكم كثير شكرا لكم لوجودكم. قربنا كثير على 2 مليون. لا تنسى اللايك لا تنسى الاشتراك. 2 مليون كثير قربنا عليه. فعل زر الجرس فعل زر الجرس ولا تنسى. وبالمناسبه كل يوم انا قاعد اطلع لايفات على اليوتيوب بعد الساعة يعني 8:30 بتوقيت الأردن بكون أنا لايف. بعد الإفطار هيك تقريبا بساعة زمن أنا بكون لايف. بتمنى تكونوا موجودين. بحبكم كثير وأتمنى أني دائما أكون عند حسن ظنكم. وتنسوش تعطوني تحديات تنسوش تعطوني شغلات. التحديات اللي قاعدة بلعبها والشورتس اللي قاعدة بلعبها كلياتها أفكار منكم أنتو. فبتمنى ظنكم تعطوني أفكار أنتو حابينها عشان تسهلوا علي وعشان أقدم لكم إشي حلو وعشان أعطيكم إشياء أنتو برضو حابينها. بحبكم وI love you وSee you.